Utopia. السلام عليكم يا أصدقائي، موعدنا مع حرف الشين في برنامج الحروف العربية. هل أنتم مستعدون؟ هيا نبدأ. مرحبا بكم في درس اليوم. حرف الشين هو الحرف 13 في برنامج الحروف العربية. هيا نتعلم كيفية كتابة حرف الشين. نكتب حرف الشين بهذه الطريقة: ثلاثة أسنان ونصف دائرة وفوقه ثلاث نقاط. هيا نحاول مرة ثانية: ثلاثة أسنان ونصف دائرة وفوقه ثلاث نقاط. هيا نحاول مرة أخيرة: ثلاثة أسنان ونصف دائرة وفوقه ثلاث نقاط. هيا نتعلم بعضا من الكلمات تحتوي على حرف الشين. حرف الشين في بداية الكلمة: شمس، شمس. شباك، شباك. شجرة، شجرة. شراع، شراع. شمع، شمع. شلال، شلال. شهد، شهد. شبل، شبل. شعلة، شعلة. شاحنة، شاحنة. حرف الشين في وسط الكلمة: فراشة، فراشة. منشار، منشار. خشب، خشب. مشت، مشت. إشارة، إشارة. مستشفى، مستشفى. نشيد، نشيد. مشمش، مشمش. عشرة، عشرة. فرشاة، فرشاة. حرف الشين في نهاية الكلمة: عش، عش. جيش، جيش. قرش، قرش. فراش، فراش. قماش، قماش. عرش، عرش. نقاش، نقاش. عفش، عفش. خفاش، خفاش. هيا نلعب يا أصدقائي. أي كلمة تبدأ بحرف الشين؟ معكم 10 ثوان لتخبروني الإجابة الصحيحة. أحسنتم.
أحسنتم. شهد. أي كلمة في وسطها حرف الشين؟ معكم 10 ثوان لتخبروني الإجابة الصحيحة. أبدعتم يا أصدقائي. فراشة. أي كلمة تنتهي بحرف الشين؟ معكم 10 ثوان لتخبروني الإجابة الصحيحة. ممتاز. قماش. الدرس القادم حرف الصاد. نراكم قريبا. إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك وضغط زر الجرس ليصلكم كل جديد.